طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مدرسة أونلاين. مدرسة أونلاين معاكم النهاردة أتكلم عن موضوع مهم جدا من موضوعات الجغرافيا، هو الأقاليم المناخية في العالم. طيب الدرس ده مهم جدا لسبب إنه لو فهمناه النهاردة الدرس ده بيتعاد معانا في تانية إعدادي وتالتة إعدادي بشكل كبير ومتوسع. فلو احنا النهارده قدرنا ان احنا نحط الاسس اللي نقدر نفهم يعني ايه اقليم مناخي وازاي نوزعه على خريطة العالم وازاي نميز الصفات والسمات الرئيسة لكل اقليم، ده هيبقى شيء كويس جدا النهارده. النهارده عايزين نتدرب بشكل كبير قوي على توزيع هذا الاقليم على خريطة العالم. انا ليه بقول توزيع هذا الاقليم على خريطة العالم برغم انه احنا امتحاننا هيكون في اختيارات مش هيجي لنا سؤال على الخريطة، لكن انا عايزة نتدرب النهارده على مهارة ان احنا نعرف كل اقليم من دول موجود فين وايه التأثيرات اللي بتأثر عليه وبالتالي توزيعه في المكان ده مش في اي مكان تاني. تعالوا نبدأ مع كلمة اقليم مناخي. كلمة اقليم مناخي يعني منطقة محددة على سطح الارض ليها خصائص مناخية معينة. يعني ايه مناخية؟ يعني درجة حرارة، يعني كمية مطر، يعني شكل رياح موجودة في هذه المنطقة. يعني معنى كده ان الاقليم المناخي هو منطقة محددة على سطح الأرض لها خصائص مناخية محددة ومعينة. طب أنا إمتى بقسم العالم لأقاليم مناخية؟ إمتى بقول إن الإقليم ده إقليم استوائي؟ وإمتى بقول إن الإقليم ده إقليم مداري؟ وإمتى بقول إنه عليه إقليم بارد أو معتدل؟ بأسس أو بصنف هذا الإقليم طبقا لحاجتين اتنين، يا إما كمية المطر ودرجة الحرارة. كمية المطر ودرجة الحرارة هما الأساس اللي بيقوم عليه تصنيف العالم كله للأقاليم المناخية. تعالوا كده نبص على الخريطة اللي قدامنا دي، هنلاقي إن الخريطة دي فيها ألوان كتيرة ومتنوعة. كل لون من الألوان اللي احنا شايفينها على الخريطة دي، والخريطة دي بالمناسبة موجودة معانا في كتاب المدرسة بشكل أوضح كمان، بتمثل إقليم معين من الأقاليم المناخية اللي بيتأسس أو بيتم تقسيمه على حسب التشابه في كمية المطر وتشابه درجات الحرارة. طيب تعالوا نعرف الأقاليم دي بشيء من التفصيل ونتعرف على كل إقليم خصائصه المناخية إيه ومكانه الجغرافي فين. تعالوا نبدأ مع الأقاليم المناخية الحارة. الأقاليم المناخية الحارة أول مناخ فيهم إحنا شايفين صورته قدامنا هو الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي. الاقليم ده قريب جدا من دائرة الاستواء، عشان كده بيتمثل في دوائر العرض اللي بتمتد من 10 ل 20 شمالا، من 10 جنوبا ل 20 شمالا. وبيتميز هذا الاقليم بان درجة الحرارة طبعا مرتفعة طوال العام، بالاضافة ان الامطار فيه غزيرة ايضا طوال العام. طيب تعالوا بقى نشوف الاسئلة اللي ممكن تجينا في اخطر في الجزء ده. طب كده الاقليم الاستوائي بيمتد في كام دائرة عرض؟ تعالوا كده نشوف. هو الاقليم ده بيمتد من 10 جنوبا ل 10 شمالا، يعني 10 في الجنوب وبعدين مر دائره الاستواء في النص يعني دائره الصفر، وبعد كده بدات اعد تاني 10 في الشمال. ده معناه انه هذا الاقليم يمتد في 20 دائره عرض. من فضلك لو معاك كتاب المدرسه اكتب بخط ايديك كده يمتد هذا الاقليم في 20 دائره عرض، علشان ممكن يجي لنا سؤال اختر يمتد الاقليم الاستوائي وشبه استوائي في 10 دوائر عرض، 15، 16، 20 دائره عرض. طبعا الاجابه هنا هتكون 20 دائره عرض، لان انا عندي 10 دوائر في الشمال و10 دوائر في الجنوب، يبقى هو كده في 20 دائره عرض. طيب الخصائص المناخيه بتاعت هذا الاقليم، يتميز هذا الاقليم بارتفاع درجه الحراره طوال العام. طبيعي جدا لان اشعه الشمس زي ما انتوا درستوا معانا الترم الاول عموديه على دائره الاستواء. معنى كده ان الأشعة هناك عمودية، يعني درجة الحرارة مرتفعة طوال العام. طيب الأمطار، مدام درجة الحرارة مرتفعة طوال العام يبقى الأمطار أيضا غزيرة طوال العام، يبقى درجة حرارة مرتفعة أمطار غزيرة. تعالوا نرجع لصورة النباتات اللي بتطلع في هذا الإقليم. تعالوا كده نشوف الصورة قدامنا على الشاشة، هنلاقي إن الغابات اللي بتنمو في هذا الإقليم غابات من النوع الاستوائي اللي زي ما انتوا شايفين كده كثيف، لدرجة إن في ناس بتسمي الغابات الاستوائية دي بالغابات المظلمة. تعالوا نشوف توزيع بقى الإقليم ده على الخريطة. زي ما انتوا شايفين كده الإقليم اللي حوالين دائرة الاستواء هو ده الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي، واخد اللون الأخضر الغامق اللي موجود عند جزر أندونيسيا وحوض نهر الكونغو في أفريقيا وحوض نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية. كل المنطقة اللي على دائرة الاستواء دي، كل الخط ده، آدي جزر أندونيسيا وآدي حوض نهر الكونغو وآدي
الجزء بتاع حوض نهر الأمازون، كل دي منطقة غابات استوائية وبالتالي إقليم استوائي وشبه استوائي. طيب تعالوا نشوف الإقليم اللي بعده، هو الإقليم المداري اللي بنسميه إقليم السافانا. زي ما انتم شايفين الحياة النباتية فيه أقل شوية كتير من الحياة النباتية اللي موجودة في الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي. هذا الإقليم يمتد في دوائر عرض من 10 ل 18 شمالا ومن 10 ل 18 جنوبا. معنى كده انه بيمتد في كام دائرة عرض؟ تعالوا بقى نفكر، من 10 ل 18 يعني 8 في الشمال و8 في الجنوب. يبقى إذا الإقليم المداري أو إقليم السافانا يمتد في 16 دائرة عرض. يبقى إقليم المداري بيمتد في 16 دايرة عرض. ازاي حسبناها؟ لان انا عندي هذا الاقليم يمتد من 10 ل 18 يعني في 8 دوائر في الشمال، ومن 10 ل 18 يعني في 8 دوائر في الجنوب. 8 و8 16 دايرة عرض، يبقى الاقليم المداري يمتد في 16 دائرة عرض. طيب هل المناخ بتاعه بيشبه مناخ المنطقة الاستوائية؟ بيقل فيه شوية كمية المطر، وبتقل فيه كمان درجة الحرارة إلى حد ما، عشان كده بنقول إن درجة الحرارة مرتفعة، مش جدا بس مرتفعة طوال العام. الأمطار بتاعته أمطار صيفية، الشتاء فيه شتاء جاف. زي ما انتم شايفين كده بيقل كمية المطر كل ما بعدنا عن دائرة الاستواء، فبتتغير الحياة النباتية زي ما احنا شايفين على الشاشة دلوقتي هنشوفها. الأشجار أقل كثافة بكتير من الغابات الاستوائية اللي كانت في الصورة اللي قبل كده، يبقى بتقل كمية الأمطار كل ما ابتعدنا عن دائرة الاستواء. طيب هذا الاقليم زي ما احنا شايفين كده قدامنا على خريطة العالم، هو الاقليم اللي الشمال وجنوب الاقليم الاستوائي واخد اللون الاخضر الفاتح شوية. احنا عرفنا فين الاستوائي والشبه الاستوائي، اللي فوقيه وتحتيه ده اقليم بنسميه الاقليم المداري الحار. يبقى الاقليم المداري الحار هنلاقيه شمال وجنوب المنطقة الاستوائية، امطاره صيفية، درجة حرارته مرتفعة طوال العام، بيمتد في 16 دايرة عرض، من 10 ل 18 شمالا ومن 10 ل 18 جنوبا. تعالوا نروح للإقليم الموسمي. الإقليم الموسمي زي ما انتم شايفين كده هو ملوش دوائر عرض، يعني ملوش، ما بقولش مثلا موجود في دايرة عرض من كذا لكذا، لا هو موجود في مناطق محددة، مناطق زي جنوب شرق آسيا الصيف بتاعه ممطر، الشتاء بتاعه بارد وجاف. ده شكل الحياة اللي موجودة هناك وشكل الطبيعة الحيوانية اللي برضو بنعتبرها حديقة حيوان طبيعية لأنها سافانا. الغابات المنطقة دي أو الإقليم الموسمي هنلاقيه في شبه جزيرة الهند، شبه جزيرة الهند الصينية، هنلاقيه كمان في الجزء بتاع أقصى شمال أستراليا، جزيرة مدغشقر كلها برضو إقليم موسمي. ده بالنسبة للإقليم الموسمي. آخر إقليم من الأقاليم الحارة هو الإقليم الصحراوي، ده بيمتد من 18 ل 30 شمالا ومن 18 ل 30 جنوبا. يعني في كده كام دايرة عرض؟ من 18 ل 30 يعني في 12 دايرة عرض، ومن 18 ل 30 في الجنوب يعني في كمان 12 دايرة عرض. اذا انا عندي 24 دايرة عرض موجودة في هذا الاقليم اللي بنسميه الاقليم الصحراوي الحار. الاقليم ده موجود في غرب الجنوب غرب القارات، يتميز بان درجة الحرارة بتاعته مرتفعة جدا في اثناء النهار، بارده جدا في اثناء الشتاء. الصحاري زي ما انتم شايفينها واسعه جدا. كلمه الحراره اثناء النهار والحراره اثناء الليل ده يديني تعريف يا اولاد اسمه المدى الحراري. المدى الحراري هو اختلاف درجات الحراره اثناء النهار واثناء الليل، وده اسمه المدى الحراري اليومي. والمدى الحراري السنوي هي اختلاف درجات الحراره بين الصيف والشتاء، وفي كلا الفصلين وفي كلا اليوم يعني اثناء النهار واثناء الليل المدى الحراري مرتفع جدا في هذا الاقليم، لانه اثناء النهار حار جدا، اثناء الليل بارد جدا، في الشتاء بارد جدا، في الصيف حار جدا. فعشان كده بنقول عليه المدى الحراري في هذا الاقليم يتميز بانه كبير جدا. طيب تعالوا بقى نعمل كده زي ريفرش كده لدماغنا، مين اكبر الاقاليم في هذه المنطقه؟ الاقليم الاستوائي ولا الاقليم المداري ولا الاقليم الموسمي ولا الاقليم الصحراوي؟ اكبر الاقاليم في المنطقه الحاره يا ترى مين اللي واخد اكتر الاتساع؟ هل الاقليم الاستوائي كان بيمتد من 10 شمال ل 10 جنوبا يعني 20 دايره عرض؟ هل الاقليم المداري كان بيمتد في 16 من 10 ل 18 في الشمال ومن 10 ل 18 في الجنوب يعني كده 16 دايره عرض؟ هل الموسمي؟ الموسمي ملوش دايره عرض. طيب الصحراوي الحار من 18 ل 30 يعني في 12 دايرة عرض في الشمال، ومن 18 ل 30 في الجنوب في كده 12 دايرة عرض في الجنوب. كده معناه انه اكبر هذه الاقاليم هو الاقليم اللي بنسميه
الاقليم الصحاري الحار. يبقى اكبر الاقاليم اتساعا في المنطقه المدارية الحاره هو الاقليم الصحراوي الحار، لانه بيمتد من 18 ل 30 شمالا ومن 18 ل 30 جنوبا. تعالوا نشوف موقعه على الخريطه. ده اللون الاصفر اللي موجود على خريطه العالم، هو ده الاقليم اللي بنسميه اقليم الصحاري الحار. هنلاقيه فوق المداري وتحت المداري، يعني هنلاقيه ده مثلا وده، هنلاقي الجزء بتاع شبه الجزيره العربيه، كل ده بنسميه الاقليم الصحراوي الحار. هنلاقيه كمان في استراليا، واخد اكتر من نص جزيره او قاره استراليا. ده كان بالنسبه للاقاليم الحاره. تعالوا نروح بقى للاقاليم المناخيه المعتدله الدفيئه. هنا انا محتاجه ولادنا يركزوا بس معايا الاول على الشاشه، وبعد كده نروح لكتاب المدرسه او نشوف المونيتور اللي قدامنا. انا عندي الاقليم المعتدل الدفيء بيمتد بين دائرتي عرض من 30 ل 45 شمالا وجنوبا، بس الاقليم ده بيتقسم بشكل عرضي، يعني بيتقسم لشرق وغرب وداخل. ادي الشرق وادي الغرب وادي الداخل. لو هو شرق القارات بسميه المعتدل الدفيء شرق القارات، اللي هو بسميه الاقليم الصيني. لو هو من 30 ل 45 داخل القارات بسميه المعتدل الدفيء اللي هو الصحراوي المعتدل، وده بيبقى داخل القارات. لو هو من 30 ل 45 بس واقع غرب القارات فبسميه مناخ البحر المتوسط. يبقى انا عندي في ثلاث اقاليم رئيسيه في هذا الاقليم، اللي هو الاقليم المعتدل الدفيء اللي بيمتد من 30 ل 45. بقسم العالم بشكل عرضي شرق وغرب وداخل، بقسم العالم تاني لشرق وغرب وداخل. لو من 30 ل 45 شرق القارات بسميه الاقليم الصيني، لو من 30 ل 45 غرب القارات بسميه الاقليم البحر المتوسط. طب لو من 30 ل 45 بس داخل القاره بسميه صحراوي معتدل. يبقى تاني اقليم المعتدل او المنطقه الحراريه اللي بسميها المعتدله الدفيئه كلها على بعض من 30 ل 45، يعني في 15 دايره عرض. بقسمهم ازاي ال 15 دول؟ بقسمهم بشكل عرضي، باخد خريطه العالم كده واقسمها بالعرض. لو الاقليم ده شرق القاره من 30 ل 45 بسميه الاقليم الصيني، طب لو هو من 30 ل 45 بس غرب القارات بسميه اقليم البحر المتوسط. طب لو هو من 30 ل 45 بس داخل القاره ده بسميه الاقليم الصحراوي المعتدل. طيب مميزات كل اقليم من اللي احنا قلناه ده ايه؟ تعالوا نشوف قدامنا على الخريطه الذهنيه. اقليم البحر المتوسط اللي هو في الغرب من 30 من 30 ل 45 غرب القارات مختلف عن الاقليم الصيني اللي في الشرق القارات اللي من 30 ل 45. شرق القارات امطاره طوال العام تزداد في فصل الصيف، درجه حرارته مرتفعه ايضا طوال العام. يبقى الاقليم الصيني درجه حراره مرتفعه، امطار غزيره طوال العام بتزيد في فصل الصيف. اقليم البحر المتوسط مختلف عنه، ليه؟ لانه درجه حرارته معتدل دفيء. يعني ايه معتدل دفيء؟ حار جاف صيفا، دفيء ممطر شتاء. درجه الحراره بتاعته حار جاف صيفا، دفيء ممطر شتاء. طب الاقليم اللي انا بسميه الاقليم الصحراوي المعتدل، اول ما اقول كلمه صحراوي تقولي على طول قله الامطار في الصيف، قله الامطار في الصيف. طب بالنسبه للشتاء، الشتاء بتاعه بارد، الشتاء بتاعه بارد. يبقى تاني بقى نروح للخريطه الذهنيه اللي قدامنا. اقليم شرق القارات اللي بنسميه الاقليم المعتدل الدفيء الصيني، حرارة مرتفعة، غزارة أمطار في فصل الصيف، دافئ وممطر في فصل الشتاء، يعني كده الأمطار بتاعته طوال العام. أما بالنسبة للإقليم الصحراوي المعتدل فهو صحراوي، يبقى قليل الأمطار في الصيف، جاف وبارد في الشتاء. طيب إقليم اللي بنسميه غرب القارات، إقليم البحر المتوسط، حار جاف صيفا، دفيء ممطر شتاء. يبقى الأمطار طوال العام في الإقليم الصيني بس، الامطار الصيفيه في الاقليم اللي بنسميه اقليم الصيني لانه امطاره طوال العام بتزيد في فصل الصيف، الاقليم الصحراوي قله الامطار في الصيف بارد وجاف في الشتاء، الاقليم البحر المتوسط حار جاف صيفا دفيء ممطر شتاء. ده كان بالنسبه للمنطقه التي تقع بين دائرتي عرض من 30 ل 45 شمالا وجنوبا، يعني معنى كده ان في 15 دائره عرض في الشمال و15 دائره عرض في الجنوب. إذا الإقليم المعتدل الدفيء يمتد في العالم في 30 دايرة عرض. 30 دايرة عرض دول جبتهم منين؟ من 10
من 30 ل 45 في الشمال، يعني كده عندي 15 دايرة في الشمال وزيهم في الجنوب، يبقى 15 و15، يبقى أنا عندي 30 دائرة عرض في هذا الإقليم. تعالوا نشوف الإقليم ده توزيعه على خريطة العالم إزاي. الإقليم ده زي ما احنا شايفين كده، هنلاقي الإقليم الصيني بيقع في شرق كل القارات. ادي الاقليم الصيني في شرق اسيا، الاقليم الصيني في شرق قاره امريكا الشماليه، في الجزء الشرقي الجنوبي من قاره امريكا الجنوبيه. هنلاقيه في حته صغيره جدا في جنوب شرق استراليا وجنوب شرق افريقيا. ده الاقليم الصيني. طب اقليم البحر المتوسط اللي واخد اللون الاحمر كله، غرب اسيا، جنوب اوروبا، شمال غرب افريقيا، الجزء بتاع الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، وفي جزء صغير في أمريكا الجنوبية على ساحل هذا المحيط اللي هو المحيط الأطلنطي، في جزء صغير جدا من جنوب غرب أفريقيا وجنوب غرب أستراليا. ده إقليم البحر المتوسط. طيب إقليم بقى الصحراوي المعتدل هلاقيه في النص بين الاتنين، يعني بينه بين شرق القارات وغرب القارات، أدي صحراوي معتدل. بين شرق القارات وغرب القارات ادي صحراوي معتدل. يبقى الصحراوي المعتدل هلاقيه في وسط القارات، وبيبان جدا في قاره امريكا الشماليه وقاره استراليا بشكل كبير جدا. ده كان بالنسبه للاقليم المعتدل الدفيق اللي بيمتد من 30 ل 45. طيب تعالوا نروح للاقاليم المعتدله البارده. نفس التقسيم اللي قسمناها في المعتدل الدفيق هنقسمها في المعتدل البارد، بس هنطلع شوية بدوائر العرض. احنا كنا واقفين عند 45، هنوصل من 45 لحد 60 شمالا ومن 45 ل 60 جنوبا. نفس التقسيمة، شرق وغرب وداخل، شرق وغرب وداخل. المعتدل البارد شرق القارات بنسميه لورانسي، المعتدل البارد غرب القارات بنسميه غرب أوروبا، المعتدل البارد داخل القارات بنسميه قاري بارد. يبقى انا عندي هذا الاقليم بيمتد من 45 ل 60، بقسمه بشكل عرضي شرق غرب داخل، شرق غرب داخل. شرق يبقى اسمه لورانسي، غرب يبقى اسمه غرب اوروبا، داخل يبقى اسمه قاري بارد. تعالوا نشوف على الخريطة الذهنية، تعالوا مع بعض. الإقليم شرق القارات زي ما احنا قلنا من 45 ل 60 بنسميه المعتدل البارد شرق القارات اللي هو اللورانسي. أمطاره طوال العام تزداد في فصل الصيف، في فصل الشتاء بيكون بارد بشكل كبير جدا. الإقليم القاري البارد اللي بنسميه قاري بارد لأنه داخل القارة، دافئ ممطر صيفا، قارس البرودة وممطر شتاء. وعلى فكرة الأمطار هنا بتبقى على صورة تلج بشكل كبير جدا. يبقى الإقليم القاري البارد دافئ ممطر صيفا، قارس البرودة، قليل المطر في فصل الشتاء. طيب إقليم غرب أوروبا، إقليم غرب أوروبا ده بيتميز بأن أمطاره طوال العام لأنه واقع في منطقة الرياح العكسية الغربية، ودي رياح دايما ممطرة، ودافئ صيفا معتدل بارد شتاء. يبقى أمطاره طوال العام. ليه أمطاره طوال العام؟ لأنه واقع في منطقة بتهف عليها الرياح العكسية الغربية، واول ما اسمع رياح عكسيه غربيه جغرافيا دي رياح ممطره، فبالتالي المنطقه دي منطقه امطار غزيره طوال العام اللي هي منطقه غرب اوروبا، دافئ صيفا معتدل بارد شتاء. تعالوا نجيب تاني الموضوع ده. الاقليم المعتدل البارد شرق القارات اللي هو من 45 ل 60 شرق القارات بيتميز بايه؟ امطار طوال العام طبيعي جدا لانه قريب من السواحل، معتدل صيفا بارد شتاء، معتدل صيفا بارد شتاء. طب الاقليم القاري البارد اللي احنا بنسميه القاري البارد ليه؟ لانه دافئ ممطر صيفا، قارس البروده في فصل الشتاء، ممطر طبعا في فصل الشتاء على هيئه ثلج. اقليم غرب اوروبا دي امطاره طوال العام، واحنا فسرنا ده قلنا لانه واقع في منطقه الرياح العكسيه الغربيه ودي رياح دايما ممطره، ودافئ في فصل الصيف، بارد جدا في فصل الشتاء. تعالوا نوزع الاقاليم دي على خريطه العالم. تعالوا كده نبص على الاقليم اللي بنسميه الاقليم المعتدل البارد شرق القارات. هنلاقيه فوق بالظبط الصيني، ادي الصيني يبقى فوقه على طول المعتدل البارد شرق القارات. هنلاقيه موجود في الجزء ده في امريكا في قاره اسيا، هنلاقيه في قاره امريكا الشماليه في الجزء ده. هو بيظهر في المنطقتين دول بس لان دي دوائر العرض اللي بيظهر فيها هذا الاقليم. القاري البارد بعد كده واخد من اول جزء ده لحد جبال اورال، لحد الجزء بتاع قاره اوروبا.
نفس الكلام بالنسبة لقارة أمريكا الشمالية، بيظهر فيها بشكل كبير جدا. بيختفي هذا الإقليم من جنوب العالم، مش بلاقي إقليم القاري البارد جنوب العالم خالص. يعني تعالوا كده ندور على اللون اللي احنا شفناه الموف ده في جنوب العالم، مفيش. ليه مفيش؟ بسبب صغر وضآلة حجم اليابس في الجنوب. الإقليم القاري البارد يا ولاد علشان يظهر لازم يبقى فيه مساحة كبيرة جدا بعيدة عن تأثير المسطحات المائية في اليابس. فعلشان يظهر الإقليم البارد اللي هو بنسميه القاري البارد في الجنوب، محتاج يابس في الجنوب. طب ده موجود؟ لا مش موجود، لأنه في مسطحات مائية بشكل كبير جدا في جنوب العالم. يبقى بيكاد يختفي الإقليم القاري البارد من جنوب العالم بسبب ضيق وصغر مساحة اليابس. واحد يقول لي طب ما احنا عندنا القارة القطبية الجنوبية، ما دي قارة ويابس. اه قارة ويابس، بس هي القارة القطبية الجنوبية مناخها كله مش قاري بارد، ده مناخها كله تاندرا اللي هو المناخ البارد بس. فهي اه فيها مناخ بارد بس مش قاري بارد. القاري البارد بيبقى واقف عند 60، لكن هي عدت 60 فبالتالي بتدخل في المنطقة الباردة. يبقى هنا الإقليم القاري البارد يكاد يختفي من جنوب العالم نظرا لضيق وصغر مساحة اليابس في الجنوب. هو انتشار القاري البارد كله في الشمال هنلاقيه بشكل كبير جدا في قارة آسيا، بشكل كبير جدا في قارة أوروبا، بشكل كبير جدا في قارة أمريكا الشمالية، طبعا في الجزء الشمالي منهم. طيب تعالوا نروح لغرب أوروبا. غرب أوروبا طبعا هنلاقيه واخد الجزء الغربي من قارة أوروبا بشكل كبير جدا، الشمالي الغربي من قارة أمريكا الشمالية، أقصى جنوب أقصى جنوب أمريكا الجنوبية. هنلاقي الديل بتاع قارة أمريكا الجنوبية ده هو ده الإقليم اللي بنسميه إقليم غرب أوروبا. طيب ممكن يظهر غرب أوروبا في قارة أفريقيا مثلا؟ لا طبعا، لأن أفريقيا آخر دوائر العرض بتاعتها 34.5، وده هو ما بيبدأش غير بعد 45، فبالتالي مش هلاقيه غير في القارات اللي امتدادها الجغرافي بدأ من 45 لحد 60. يعني معنى كده ان غرب اوروبا هلاقيه موجود على السواحل الغربيه لاوروبا، السواحل الغربيه لشمال غرب استراليا امريكا الشماليه، السواحل الغربيه لاقصى جنوب قاره امريكا الجنوبيه. ده كان بالنسبه للاقليم اللي بنسميه غرب اوروبا اللي قلنا امطاره طوال العام بسبب وجود الرياح العكسيه الغربيه. طيب تعالوا نروح لاخر اقليم معانا وهو الاقاليم البارده. الاقاليم البارده دي زي ما احنا اتكلمنا في وسط الكلام كده قلنا ان هي بتعدي من 60 ل 90، يعني بتقع في 60 دايره عرض في الشمال وفي الجنوب، لان من 60 ل 90 ادي 30 في الشمال، ومن 60 ل 90 في 30 في الجنوب، يبقى 60 دايره عرض بنسميهم الاقليم البارد. الاقليم ده بيشغل كل العالم الشمالي، يعني شمال اسيا، شمال اوروبا، اقصى شمال امريكا الشماليه، القاره القطبيه الجنوبيه بالكامل مناخها مناخ بارد. هذا الاقليم بيتميز بانه الشتاء بتاعه شديد البروده، الصيف بارد نسبيا بتسقط عليه الامطار في شكل ثلج، في الصيف بتبقى ممكن تكون فيه امطار صغيره بتنمو فيها طحالب بسيطه جدا لونها اخضر. في كمان من الاقاليم المهمه جدا عندي في العالم هو الاقليم الجبلي، وده اقليم بيسود كل المرتفعات، بيتميز بانه شديد البروده والمنحدرات بتاعته بتبقى بتكسوها الثلج، زي ما انتم شايفين كده عند جبال الهيمالايا، جبال الانديز في امريكا الجنوبيه، جبال روكي في امريكا الشماليه، كل ده بيتبع الاقليم الجبلي. اما اللون الابيض اللي فوق في العالم كله ده اقليم اللي هو الاقليم البارد بالاضافه للقاره القطبيه الجنوبيه. وبكده نكون انتهينا من الاقاليم المناخيه في العالم اللي قسمناها الاقاليم حاره شفنا فيها الاستوائي وشبه الاستوائي، وشفنا فيها الموسمي، وشفنا فيها المداري والصحراوي الحار. وبعد كده انتقلنا للاقاليم المعتدله الدفيئه اللي كانت من 30 ل 45، شفنا فيها الصيني، وشفنا فيها البحر المتوسط، وشفنا كمان فيها الصحاري المعتدله. وانتقلنا الى من 45 ل 60، شفنا الاقليم اللي بنسميه المعتدل البارد، شفنا فيها الاقليم المعتدل البارد شرق القارات، وشفنا فيها غرب اوروبا، وشفنا فيها الاقليم القاري البارد. شفنا كمان الاقاليم البارده اللي شفنا فيها التاندرا اللي من 60 ل 90، وكمان شفنا الاقليم الجبلي اللي بيشغل كل منحدرات الجبال وليه علاقه كبيره جدا بالارتفاع، عشان قاعده جغرافيه درستوها كل ما ارتفعنا 150 متر فوق سطح البحر بتقل درجه الحراره درجه واحده مئويه.
كنت سعيده جدا معاكم النهارده، وهستنى ان انتوا تصمموا بايديكم خريطه العالم وتوزعوا عليها الاقاليم المناخيه وتعملوا مقارنات بين درجات الحراره والامطار في كل الاقاليم وترفعوها لنا على صفحه برنامج مدرسه على الهواء ابتدائي واعدادي. الى اللقاء، نشوفكم في حلقات جديده.